يلجأ الكثير من المتزوجون إلى الطلاق بعد فترة من الزواج في حالة أنهم لم يشعروا بالسعادة أو تتابع المشاكل في الحياة الزوجية فمنهم من يخرج من هذه العلاقة بشكل متحضر وبطريقة متحضرة ومنهم من يلجأ إلى رفع قضايا الخلع وقد انتشرت قضايا الخلع بين الفنانات في الوسط الفني وإحنا معانا أشهر الفنانات الذين رفعن قضايا خلع على أزواجهم أول صورة معانا للفنانة روبي ف... وقد رفعت قضية خلع على زوجها المخرج سامح عبد العزيز أما السبب فقالت في الدعوة المقدمة للمحكمة أنها تزوجت بعقد شرعي في سبتمبر عام 2014 وأنه عاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه طفلة وهي طيبة ثم حدثت بينهم المشاكل والخلافات الزوجية والتي يستحيل فيها استمرار العشرة ثم عادت له مرة أخرى على أمل إصلاح العلاقات بينهما إلا أن ذلك لم يحدث أبدا وهي ترفع هذه القضيه خوفا الا تقيم حدود الله هنا شيحة تزوجت هنا شيحة من مهندس الديكور محمد فوزي العوامري ورزقت منه بأطفال إلى أنهم بعد فترة من الزواج وفي عام 2008 قررت الانفصال حيث أنها لا تستطيع العيش معه ولا تشعر بالسعادة إلى أن زوجها برر ذلك بأن هناك رجلا آخر في حياتها كما صرحت هنا شيحة في أحد البرامج التلفزيونية أنها لجأت إلى الخلع حتى لا يراها أولادها ويرى الخلافات الزوجية والتوتر المستمر في المنزل حيث انها كانت غير سعيده على الاطلاق وحكمت لها المحكمه بالطلاق آمال ماهر رفعت الفنانه آمال ماهر على زوجها الاول الملحن محمد ضياء الدين دعوه خلع في عام 2009 كما انها التزمت امام المحكمه برد المقدم والمؤخر وكانوا يقدروا ب 110 الف جنيه وبعد ان دفعت المبلغ بالكامل تم لها الطلاق المطربة انغام رفعت المطربة انغام على زوجها الملحن الكويتي فهد الشلبي دعوى قضائيه وكانت دعوى خلع في محكمه الاسره عام 2008 وكان سبب هذه الدعوه كما قال الدفاع أنه كان يسيء معاملتها، كما أنه يغير من نجاحها الفني وشهرتها بعد أن فشلت عدة سبل للإصلاح بينهما، وأصرت أنغام على الطلاق خوفا على مستقبل ابنها عبد الرحمن، كما قالت أيضا أنها تخاف ألا تقيم حدود الله، وبالفعل تم لها الطلاق، هالة صدقي رفعت الفنانة هالة صدقي دعوة خلع على زوجها الأول مجدي ويليام، ولكن الغريب في الأمر هو أن الديانة المسيحية ليس فيها مفهوم الطلاق وبالرغم من ذلك رفعت دعوى الخلع منذ 14 عاما وكان السبب ان زوجها ارتكب الفاحشه بعد ان استمرت القضيه عده سنوات تم الطلاق لها الفنانه زينه قدمت زينه دعوة خلع ضد الفنان أحمد عز وذلك بعد أن نجحت زينه في نسب طفليها لأحمد عز حيث أتهمت زينه أحمد عز أنه تزوجها ولكن أحمد عز أنكر ذلك إلى أن أصدرت المحكمة قرار بإثبات الزواج ونسب الطفلين وذلك عام 2014 وقد حصلت على الطلاق من المحكمة هيدي كرم رفعت هيدي كرم دعوة خلع على زوجها في محكمة الأسرة بمدينة نصر عام 2009 حيث أن غيرته الشديدة عليها كانت محور الخلاف بينهم، وكانت غيرته الشديدة بسبب احتكاكها بالفنانين والمعجبين، وتعقدت الحياة الزوجية بينهما تماما مما اضطرها أن تلجأ إلى الخلع، كما صرحت هيدي كرم في أحد اللقاءات الصحفية وقالت: حاولت كتير إقناعه بطبيعة عملي لكنه لم يتفهم ذلك فلم أجد أمامي سوى الخلع. رانيا يوسف رفعت رانيا يوسف على زوجها المنتج محمد مختار دعوى خلع عام 2011 حيث أنها اتهمته بمحاولة الاعتداء عليها وضربها إلى أنها توصلت معه لنهاية ودية عن طريق الطلاق وسحب دعوى الخلع كشفت سيدة الأعمال السعودية رنا القصبي سبب رفعها دعوى خلع ضد زوجها الفنان حسين فهمي وقالت رنا القصبي في دعوى الخلع التي أقامها محاميها أمام محكمة أكتوبر بمصر أنها تزوجت من الفنان حسين فهمي بعقد شرعي محرر على يد قاضي بيروت الشرعي ومؤرخ في 28 ديسمبر عام 2013 ومصدق عليه داخل مصر وعاشرها معاشرة الازواج وما زالت على عصمته وطاعته واكدت انه بعد مرور وقت قصير من زواجها بدات تعاني من سوء معاملته اضافه انه دائم الاعتداء عليها بالقول والهمز واللمز كما وجه تعليماته الى احد الخدم بالتضييق عليها وتخويفها من اشياء غير موجوده قالت ايضا انه امتنع عن الانفاق عليها منذ اللحظات الاولى عقب عقد القران وكان معتمدا على حالتها الماديه الميسوره فهي من عائله سعوديه عريقه وثريه كما انه قام بطردها من منزل الزوجيه واختتمت دعوها قائله بانها كرهت الحياه مع زوجها الفنان إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما مستحيلة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله لذلك قررت خلعه وبعد فترة قصيرة حصلت على الطلاق من المحكمة منى عبد الغني كانت منى عبد الغني من أوائل من رفعنا على أزواجهن دعوة خلع وذلك في عام 2005 حيث رفعت دعوة خلع على زوجها الملحن شريف سلامة بعد أن استمر زواجهم 17 عامًا، كما أنه رفض أن يطلقها عندما طلبت ذلك لترفع عليه دعوة خلع وما أن علم بذلك قام بتطليقها المطربة بوسي أعلنت المطربة بوسي في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها اكتشفت خيانة زوجها مع احدى الراقصات فقام بالاعتداء عليها بالضرب فاضطرت الى رفع قضيه للتخلص من هذه الزيجه علا غانم وهي احدث فنانه رفعت قضيه خلع ضد زوجها كما صرحت علا غانم في احد اللقاءات التلفزيونيه ان زوجها قام بضربها وطردها من منزلها ولكن زوج علا غانم نفى هذا الكلام تماما وقال انها لم تكن في طبيعتها وضربته بزجاجه نبيز ووالدتها ضربته بقطعه حديد على راسه الى جانب البلطجيه الذين قاموا بسحب الى الشارع مشيرا الى انها ارتكبت هذه الواقعه تحت تاثير المخدرات وطالب بعمل تحليل مخدرات لها وانها ما زالت الى هذه اللحظه زوجته وفي اكتوبر الماضي عادت الى القاهره من الولايات المتحده الامريكيه وقالت له انها سوف تعالج اسنانها كما قال ان ابنتها كانت بتتعالج في مصحه من الادمان كما انه اصابه الذهول عندما علم انها اقامت دعوى خلع ضده كما نشرت علا غانم على صفحتها الشخصيه موقع انستغرام تدوينة لها وقالت: استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة الدكتورة مايا مرسي أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني كما قامت أيضا بتقديم بلاغ ضد زوجها بالتعدي عليها بالضرب هي ووالدتها المسنة بينما تلقى بلاغا للشرطة أيضا من زوجها بالتعدي عليه بالضرب من علا غانم ووالدتها وقامت الشرطه بعمل محضر بالواقعتين وتوالت النيابه التحقيقات